يقولون نحن نفرح بمقتل المسلمين في سوريا، نفرح بمقتل المسلمين في العراق، ولعني يعني الجهاد كذبوا والله، عطلناه في سوريا وعطلناه في العراق وفرحنا به في اليمن. كذبوا والله، كذبوا والله، والله ما نفرح، والله إننا لضد الروافض وضد الباطنية أكثر منهم، وهم إخوان الروافض ويسيرون معهم وإخوان لأهل البدع جميعا، ونحن ضد أهل البدع جميعا وضد الروافض ونكفر علماءهم وضد الباطنية ونكفرهم، ونرى أنهم أكفر من اليهود والنصارى، ومن يخالفهم وينبذهم بالجامية أو المدخلية فإنه ضال، إنما يحارب السنة والمنهج السلفي، فليتقوا الله في أنفسهم وليتركوا النبذ بالألقاب الفاجرة، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وسنبذونهم بهذا اللقب لأجل أنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي البدع التي عندهم حتى تكون مدخلية جامية؟ ما هي البدع اللي عندهم؟ نحن عرفنا جماعة التبليغ، جماعة الإخوان القطبيين عندهم بدع وضلالات في الأصول والفروع، فنحن ننصحهم ونبين لهم الحق، بارك الله فيكم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الصواب ويسلك طريق السلف، ومن خذله الله تبارك وتعالى وما أراد الله به خيرا فإنه لا يزداد إلا طغيان وظلما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.